الهندسة الكيميائية، سراج لا ينطفئ ويبقى الأثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يحكى أن شيخا كبيرا أراد الحج وكان معه شاب، فلما ركب الشيخ إلى البعير قال: لبيك اللهم لبيك، فسمع مناديا يقول: لا لبيك ولا سعديك. التفت الشاب إلى الشيخ وقال: أسمعت؟ قال الشيخ: نعم، منذ 20 سنة وأنا كلما وضعت رجلي في الركاب سمعته. قال الشاب: يا عماه، أو تحج؟ قال الشيخ: نعم أحج، دلني على أكرم من الله لأعامله، وما لي غير باب الله باب، ولا مولا سواه ولا حبيب. أتعرف أحدا يغمرك بكرمه وعطفه، ويعيد عليك نفحاته أزمنة عديدة، ويسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وأنت في صحة وعافية وستر، قادر على العمل بها خير عمل؟ فيدركك رمضان وتعان على صيامه وقيامه وقراءة القرآن، فما أن ينتهي الشهر حتى ترجع وتفطر وتتيه في غياهب الغفلة. ثم يدركك الرحمن بنفحة أخرى، وهذه المرة مع العشر من ذي الحجة، فيكرم أقواما منا بالحج لبيته. وأما عن البقية فمن لم يستطع الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، فيضاعف لك بكل عمل تعمله، وصيام يوم عرفة يغفر لك عاما قبله وآخر بعده. ثم ترجع وتفطر من جديد، فيدركك بنفحة أخرى وهي عاشوراء، وتتوالى النفحات وتتجدد العطايا من الكريم المنان، وتشحذ فيها الهمم فتربط على عاتقك الذي أثقلته الذنوب. إنما ذلك لأنك تتعامل مع الله. الله أرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجل من ابتغي سبحانه. نحن لا نطالب الناس أن يكونوا بعد مواسم النفحات كما كانوا فيها، فهذا لا يمكن لا شرعا ولا عقلا، ولكن أحب الأعمال أدومها وأنقل. روي عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديمة، أي مستمر على الدوام، إذا عمل شيئا استمر عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التوفيق ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعاشره، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطروه بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله. وحتى تتيقن أن المسألة هي مسألة توفيق لا أكثر، انظر مثلا إلى الذكر، فهو من أسهل الطاعات ولا يوفق له إلا القليل. فالذكر عهد يتجدد مع الله صباح مساء، بعد كل صلاة وقبل كل خروج من البيت، وعند الذهاب إلى العمل، وعند السفر، وما إلى ذلك. وأما عن الورد اليومي للقرآن فكأنه اتصال مع الله كي لا ننساه، اتصال يبقي القلب متعلق بخالقه ومولاه. فالقرآن هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعي إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاجعل لك وردا من القرآن لا تتركه أبدا، ولو أن تقرأ صفحة من كتاب الله في كل يوم، فما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. والأمثلة في ذلك تطول عن كيفية الوصول، فأحدهم وجد نفسه بالذكر، وآخر بقراءة القرآن والتدبر، وغيرهم أشعل مصابيح بيته في ليلة وقام منه بركعة مناجيا ربه، ومنهم من حافظ على صيام النوافل، وغيرهم بالقليل من الصدقة والقليل من الابتسامة. بل هذه فزد واعلم أن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، وأن كل طاعة تحسن أداءها هي طريق توصلك إلى الله، فاسلك ما يرضاه ربك ويحبه قلبك.